وسهلة مش الحق علي هالشباب. قل له نعم. هيدي من أهم قصص الصوفية، والذكر وأهل الصوفيين ما قبل كل الديانات هي فطرة. اسمه مولى نصر الدين أو الجحل، اجى لعند الحاكم قال له كل هول حولك بلا أخلاق كذابين ما بيفهموا. قال له اسكت. قال له بلا، أعطيني قلم ورقة. قال له جيبوا قلم ورقة لجحل. ما هو الخبز؟ وزع عليهم. قال لهم كل واحد يكتب شو يعني الخبز. هيدا كتب انا بحب الخبز، هيدا اكل متروق ومنتغدى، هيدا اعمل هيك، هيدا اعمل هيك، هيدا اعمل هيك. ما حدا جاوب مثل الثاني. قال له شفتوا؟ ولك كل واحد كان جوابه مختلف عن الثاني. اذا الخبز عم بياكلوه كل يوم ما فهموا شو هو الخبز، بدهم يفهموا حديثك وحكيتك، ما انت مثلهم جلق اطلق. قال له بس انا الملك. قال له لا ما انك الملك، انت محكوم وانتم محكومين كلكم. قال له شو اللي حكمكم؟ قال له تحت سرميتي. سكتوا كلهم. قالوا جحي معه حق. جحي من كبار الصوفيين اللي كان عنده سيف هيك. مرة شافوا الخليفة قال له شو معك؟ قال له لبن. قال له لبن ما لونه؟ لون الخمرة. قال له احمر خجلا منك يا أمير المؤمنين. قال له اتركه. كان يترك النصارى عندهم خمرة يعملوا هيك، كل واحد عنده طريقه. ولكن قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. شو قال عن الصلاة؟ كل عمل عبادة. يعني انتبهوا، هلأ العالم كله عم بيقول شيلوا الخمرة والمخدرات وكلها من بيوتكم. ابن 12 سنة شو عم بيعمل بيه فيه وأمه بيشغلوا، لأنه قال لي يا تيتا ما بكون عندي موبايل إذا البابا هيك. بابا وخيو للبابا كمان. شي بحزن هيدا مول حدنا بالأشرفية، بقعد هيك وبتفرج آه شو اللي وصلنا لهون. صوموا تصحوا، خذوا كل هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي. حكيت مع العرب، تنقول اللبنانيه اللي برا باستراليا، العراقيه اللي بامريكا، وكله مراكز منيحه ومال وشغل. بس انا عندي حنين للعراق، انا عندي حنين للبنان، انا عندي حنين لسوريا. انا عم بتذكر شوارع صغيره بمصر. انا طلعوا على ضيعه اسمها بينو بعكار، تعرفوا على ماهر صغير. طلعوا شوفوا هالشاب. انا رحت قلت بدي سلمت على شاب صغير قد هالشباب، قلت له وين ماهر؟ قال لي انا ماهر. انت ماهر صغير؟ قال لي ايه. ثروه كبيره بروسيه. قال لمرته انت اصلك من زحله وانا خلقت بضيعه بلبنان، هون ضايع، ما بدي اشتغل وما بدي هالمال وما بدي هالثروه، بياخد اولادنا ونروح منعيش، بتروحي معي؟ قالت له ايه. طلعوا شوف كيف عيش، ما عنده معلقه تياكل، استحى انه نحن بقى ناكل بدنا معلقه. انا دغري مديت ايدي، اطيب اكل واطيب سلطه واطيب جبنه. ما بيذبح بس انه بيشارك بالحليب باللبن. اولاده بيحكوا 5 لغات، روسي وعربي ومدري شو معه، وبيلعب بالسعدين بالحي تحت عرقبته. وهو عملنا هيك حلويات هيك بالتمر، ما في سكر ما في مدرسة، هوم سكولينج، بيرسم على الحيطان على الأرض. وين بتنام؟ فرشيت على الأرض، لأن أنا حكيت عنه احترموه شوي أهله من الأغنياء هونيك. بس هلا صاروا يعرفوا إنه ماهر معه حقيقة. قال لي كان عمري 8 سنين وشفت إشارة هون تعيت أدلك وين، وبعدها بقلبي. إيه وأنا مثلك. كنت إلا لأمي أنت مش أمي وبي، أنتم مش بي، وفي عالم غير هالعالم. نحن دروز؟ أبو زبارز. وهيك بنتي كانت تحكي وبدها سامحيني. ما فهمنا. ولكن خلص فاتوا بالدنيا. بدهم وقت بدنا نرجع نروح نعيدكم إلينا من جديد. فيك هلأ تكون من أهل الآخرة. هن قالوا الدنيا يا عمر، نحن قلنا الآخرة.
وقت اجى شيخ مهم كثير حاكم تنقول الوليد بن طلال واستقبلوه كل الناس، وفي شيخ معه الدراويش، اجوا الدراويش قالوا لي يا ريت نعمل لك استقبال مثله. قالوا انا بعد ما وصلت على البيت يا حبيب قلبي. هو عم بيبكي، قالت له ليه عم تبكي؟ قال لها انا عارف انه شيخي راي على البيت بس بدي استفقد لجسمه. قالت له ما انت لاحقه. قال لها بس استفقد للعصا، القوه بعيسى، بس هالعصا ربتني. استفقد للجسد يعني، مشان هيك كان الجار للجار. هلا الجار مفشي الاسرار، ما بقى في جيران. بحب اشكر الدرك عنا بالاشرفيه، بحب اعتذر من جيراننا بيت ليان، كانوا هالشباب يدقوا موسيقى ليل نهار، موسيقى صاخبه يا خيي، بالكتاب بالاقلام بالزور، ما في سبب ما فينا. قالوا لي قانونيا من الساعة 6 الصبح لساعة 12 بالليل بدنا ندقوا. لك هالحي كله ما بينزعج، بس أنا عم بنزعج، جسمي بيرجف ما فيني. بدك تتشكي للنيابة العامة، عملنا شكوى للنيابة العامة هيك. هلا لهم شي شهر النيابة العامة اجت، قالت له انزلوا على الدرك، إذا بعد تعملوا هيك على الحبس. تاري بضل في قانون يا أخوتي، وبعتذر منهم، وقلت لهم نحن جيران و... يعني أم وبي وولادي هني احفادي، بس بحبوا موسيقى كل الوقت. فاذا وقت اللي بتشوفوا سياره مفحمه مشحمه شيلوها، ممنوعه برا. انه انت فيك تشوفني بس انا ما لازم اشوفك لانك سخيفه، والرقم تبعها لازم يكون ثلاث ارقام لانكم سخفه. كل واحد سخيف، الصوره وقت البشعه بدها برواز ثقيل. كيف عاشوا الخلفاء؟ قالوا له انا بدي اعيش معك ببيت المال مثل بعضهم. الانسان اللي شايف حاله بيتعجب وبيشوفوني على الطريق، مريم نور بحبك كثير، ولك وقفني اخذني على البيت، كثير انا بحبك، بشوفك كل يوم على التلفزيون على الجزيره، ليه ما عم تطلع على التلفزيون؟ هبل ومستطيله. اموات، دعوا الاموات يدفنون بعضهم البعض، شكرا. بطلع من البيت مره مرتين بالاسبوع بس تجيب شي غرض على البيت، ما فيني لكم شوف شوف، برجع. ما بدي شيء اللي برا موجود عندي بالبيت في انا. وهالحضره لمريم، ومين مع مريم؟ واحد بالمليون معقوله. ولكن هلا من اغنى اغنياء العالم مستعد بتركيا باوروبا بامريكا وين ما بدي كل شيء فيه. بس شو الهدف عندك؟ بدك تقتل العرب والمسلمين؟ ما بدك كون عم شارك بالشرك، بدي شارك المشاركة الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة. المهدي أنت وأنا. If not now, when? If not you and me, who else? الآن هو الزمان والمكان. نعم. قال له شفت إذا ما عرفوا شو هو الخبز، هو كل اللي حولك وأنت اللي مثلهم، بدك تعرف وين الحقيقة؟ كل اللي بتسميه معلومات ما بدي اياهم، بدي المعرفة. نعم. There is no need to wait anymore، لا بقى تنطروا. الآن هو الزمان والمكان. ما زال الله خلقني يعني عايزني. يعني بده اياني، وقال لي ليش أرسلني؟ ليش حطني بهالمطار؟ مينك أنت تقول إيه أو لا؟ مينك أنت ترفضني؟ كلنا مطلوبين ومرغوبين. نعم. في كلمة منقولها بلبنان، أجلك أجري دخيلك، لا بقى تقولوا هالكلمة. كانوا عندنا بالضيعة الكراسي بغطوه لأنه لأربع أجرين، الكرسي غطيه غطيه لأجريها. بلا أجري ما قدرت جيب. ما عندك صرمية إذا ما عنده أجرين. قد ما فينا خلقة كاملة نعمة زايدة هلا، قد ما بنقدر. انتبهوا، صرتوا تعرفوا الكتاب خير جليس موجود وشو عم تاكلوا. هلا ما في حدا بقى، كلنا اشباه الرجال والنساء، ما بقى في انسان. انا 70 انثى و30 ذكر، انت 30 انثى و70 ذكر، هيدا الجسد، بس هلا ما بقى في حدا هيك. ثاني جسد 50-50. مشان هيك زوجتك نفسي فهل قبلت؟ مش جسدي. رح تشوفوا هالصور وتشوفوا كيف هالاجساد كلها، كل الحيوانات ما فيها ترجع لورا الا نحن
نطلع على الدرج ونكوع وننزل نمشي لقدام جير ورا. الحيوانات لا بتطوف، بس الحيوانات عندها ايكولوجي، عندها تناغم مع بعضها البعض. نحن ما عندنا تناغم، احنا صر نرفع حط اجرنا على الاجر، وبس اجت لعنده لرئيس الجمهوريه عندنا كتفت اجرها على هيك غيرت الافكاره، كتفت هون غيرت الافكاره. رحت شفتها هي السفيره اللي كانت هذيك هذيك، قلت لها عم تعملي بادي لانجوج، هذا المعلم ما بيفهم عنا. عملتها مع امير لحود ومعي ومعي ومع الكل، وقال لي ما راح يعرفوا قيمتي الا بس روح امير لحود. لو ما امير لحود هلا ما كان في مي بجهه كسروين فوق بفيلوغا، وشو فيلوغا لا ميروبا بهذيك المنطقه في مي كثير. انتبهوا ما تبذروا بالمي، حتى لو قاعد حد النهر بده يجي وقت ما في. هلا ما راح اقرا هون، هني بالفرنساوي بس الصوره بتحكي. شوفوا لبسينه والحمامه والببغه، شوفوا هون الكلب الارنب اللبسان كيف عم بيقدروا يتناغموا مع بعضهم؟ كيف هالخنزير عايش معهم؟ من أذكى الحيوانات الخنزير. رح تتفاجئوا إنه نادرا ما يشوفوا بشر، هو ممنوع بيعيشوا وحدهم فالتين. شوفوا كيف كلهم عايشين مع بعضهم، ما بيقول له أنت هيك وأنا هيك. أسد صغير هو ملك الحيوانات، هو ملك الغابة. ما في حيوان بطبيعته بيأذي. الحية قبل ما تعصك ثلاث مرات بعطيك إشارة تك 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 ثلاث مرات، إذا ما فهمت تلتشك. شوف معزية، وكمان هيدا بوكسر مع هالمعزية. بسينة كلب الكلاب وبسينات ومع طيور حمام، كيف يتناغموا مع بعضهم؟ شوف وين اجا ونط عليها. ما قالت هيدا كلب، ما قالت هيدا جردون، ما قالت هيدا سنجاب، ما قالت هيدا ديك، ما قالت هاي دجاجة وهودي كلاب. حبيب قلبي نحن بيقولوا السعدين، انه بين السعدين والانسان في شيء ناقص بعد، في شيء مخلوق بيننا وبينه. اكثر شيء بيشبهنا السعدين بالهند البقرة، قريبة منا كثير من ناحية لحمها وحليبها. وقتها بودا قال ليش ما اجت البقرة اليوم؟ كنت إلا بالعادة بتقعد معنا. راحوا طلعوا فيها لقيوها ميتة بس وجهها باتجاه بودا عم تسمع له. الحيوانات كلها بتفهم وبتصغي وبتسمع. شوف كيف حملوا على ظهره وأخذوا. هلا هيدا النمر وفهد واسد وكل هالحيوانات نحن ما منشوفهم، ولكن بجنينة الحيوانات وقت ما في انسان حواليهم بتشوفهم كيف عم بيساعدوا بعضهم، في شيء براسه عم بحك له اياها تيشيلها. شوف كيف واحد صغير وواحد كبير، شوف في اشكال ما عم هيك غير شكل، تباعدوا بالنكاح. حتى بالحيوانات الكلب هون مع هيدا الكلب، ليك بيجي واحد كلب مميز. شوفوا كيف في حيوانات هلا شعراتها حمر، وعم بيقولوا هيدا ليش هيدا شعره أحمر وهيداك السعدين شعره أسود؟ منين عم بيجوا؟ منني؟ بكل الكواكب مختلفين، بكل الكواكب في حيوانات، وما في حيوان مثل التاني حتى مثلنا، إن كان نفسه أو بصره أو بصمته أو إجراه.
وقت اللي تركوا قالوا له للفيل جابوا ألوان وصار الفيل يدعوس بهالبوية الملونة ويروح يدعس على وراقهم ويحطوه صور كتير غالية للبيع. شافوا إنه أجرين الفيل ما في أجر مثل التاني، مثل الإنسان ما في أجر مثل التاني. هلأ في فوت مساج، بس أنت بتنام على بطنك وبيجي ابنك الكبير وبيمشي عضهره للبابا فيوصل على الرقبة كلهم بيدعسون هيك بيرجع بيبرو بيرجع بيحط إجره هيك هون على أول آخر فقرات إجره بيدعسها هيك فوت مساج. ابنه الماما ابنه الكبير أول ولد. شو هالسر؟ ليش في عنا حيوانات لنقيني ورقيني للناقة؟ لأنه هي بتنتبه لك وبتزبطك بتسوي لك عضلاتك 32 فقرة، وقنت بالمضغ 32 مع 32 بتطلع فوق السبع مقامات. علم المتمم The right of eight، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل رجال بتعيط له يا محمد بده يرد، لأن قبل اسمك في اسم محمد فعله اسمه صفة. ما في مسلم مسيحي يهودي بودي، بودا كان هيك غير اسمه تصار بودا. قال له لمرته أنت ما كان في زوم تروحي تستنيري، أنت ببيتي ضويتي وتركت ومشيت. قالت له منعيش مع هالناس بالغابة. ولما راح عند بيو قال له كنت ملك صرت شحات، قال له كنت شحات صرت ملك تطلع بعيوني. أنت منك بيو أنا مش ابنك، بس صار ابنه عمره 14 سنة صار يتطلع بالنسوين. سحبه اجى معلمه سحبه قال له انت لو ما مرقت وصلت مطرح ما وصلت؟ قال له بس ليش بده يمرق فيها؟ قال له لازم هو يمرق فيها. اتركه وما حدا عرف ابنه وين صار. النجيب لا ينجب واذا انجب اعجب، وابنه للحبيب عبد الله قال له اذا انت عم تدعي لابنك نحن مين بده يدعي لنا؟ ام ابيها بس. كلنا لا يعرفنا إلا الله يا علي، اللي عم بتشوفوه ما قالوا عليه بإسلام الله ولا بإسلام محمد وعلي أبدا، ولا اللي بتشوفوه بالمسيحية قالوا عليه بالمسيح. أنا لست من هذا العالم، أنا معكم بس مني منكم، ولا بودا وكريشنا ورابعة الحلاج، كل المستنيرين كلهم ضووا أنديلهم، بس هو مضوى أنديلنا بس نحن عميان فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ما عم نفهم ما عم فينا نشوف. عشان هيك قد ما فينا هذا الوقت زمن الكشف الإلهي. هلأ الدمار الشامل خلص وقع وانمضى، والعرب اللي مضيوا لأن عنا جهل. قال له هلأ عم بقتلوا بعضهم، خروف عم بحكي مع خروف ما بالهم فينا. انتبهوا شو بتاكلوا، نجينا من الأبيضين، كل المواد نزع القشور خطوي إلى القبور، لقيمات يقمن به صلبه قد ما فينا، وما نكون فلات دخيلكم. كان على ايامي هيدي الكمبيوتر ما كان ما كان ما كان ما كان ما كان ما كان ما كان، وبعدين بيطلع الفاكس فاكس. هلا صارت المرة هي فلات والرجال دب. قال له شو بدك يعني؟ بيجي على البيت اروح بلاقيها هاي الدبة بالفرشة هالبقرة، عشان هيك عند طبيب الحيوانات قال تيحكمه. برجع بلاقي هالبقرة بالفرشة، بيجي أنا بفتح البراد بحش يلي بهالبراد، صرت أنا في الدين وهي بقرة. قال لي شو بدي أعمل تعرضية لهي البنت؟ أي مكنة بدي استعمل؟ بدي أعمل رياضة. قال له استعمل هي من هي بدها مصاري بس أعطيها. بتلاقي وحدة لابسة سترينج وهيك وماشي وعم حد قد الدم، هيدا معناته ملياردير، ما عرفت تعيش وما بتعرف تموت. تعلم كيف بدك تعيش لتعرف ما في موت. لوين رايحين بهاللحظة اللي نحن فيها؟ بس نحكي وبتشوفوا هالصور
نحن عندنا اجرتين، اجر اجر. وحده بتدعس عليها على الاستكبار، الثاني بتفوت على الاستغفار عنه. توسك دعستين، هجنا هجنا. وهلا السلام عليكم، رسالة وصلتني أذهلتني وأدهشتني، ولك أن تصف ما تشاء إذا رأيت هالصور. انقلها لكم بحذافيرها وشاهدوا بأم عينكم هذه الصفراء وهي ثلج، فسبحان الخالق. شوفوا الطبيعة شو غنية وقديش فيها أسرار. قال له ليه؟ ولي أنا أجرتين وبتفركش، ولي أم 44 أنت ليش ما بتتفركشي؟ قالت له ما فكرت، خليني فكرت أشوف. صارت تتفكر وصارت تتفركش. شوفوا، هل رأى منكم العقرب وهي تلد إليكم الصور؟ ليكوا هالعقربة، حد العقرب لا تقرب، حد الحي فراش ونام. هلا شوفوا، يه شو عم تعمل هاي؟ ينشك ظهر الأنثى ليخرج منه الصغار. يلا يلا يلا، نحن وين قاعدة؟ بجسمها. يا الله، عم بيطلعوا كلهم. هي اليوم التالي بعد عم تخلف، ولك هالقد لحني فيها كلهم، كيف بدهم يعيشوا؟ من وين بدهم ياكلوا؟ مين علمهم يمشوا؟ مين علمهم هيك؟ راحوا على المدرسة؟ شو عم نعمل بولادنا؟ شو عم نعلمهم بالمدارس؟ منغير بس الغلاف تبع الكتب؟ كم مليون دولار عم تعلم تتعمل ابنك طبيب؟ ماركوس شو دفع دولار؟ جاب كتاب من الدولة وبيردوا كل شهر مكتبة الدولة، ما عندنا مكتبة للدولة هون أبدا. اليوم الرابع، الصغار مستمرة في الخروج وتبدأ في الانتشار. ليكوا قديش صاروا. اليوم الخامس، آخر أيام خروج الصغار ولا زالت الأم صلبة. كيف بعدها؟ خمسة أيام ولا أكلت ولا شربت ولا تحركت من مطرحها. البزاقة بتصوم ست أشهر. أنا بي مرة جبت له بزاق، خوت مثل أولاد صغار، هرب من البيت. قال لي أنا أمك طلبت منها هالطلب، ما تجيب بزاق على البيت. قلت له يا بي نحن بالحارة بالغبايري بالشيح كلنا بناكل بزاق وطيب كثير، أنت دوق وحدة. قال لي أبدا أبدا، هرب مثل الأولاد بالحي ويصرخ. كبيته. نحن بالحارة بناكل بزاق وبناكل من هيدا الصغير الحلزون. طيبين. هلا بيعملون اصطناعي يعني بالبرك وهيك وهيك، ما عاد تاكل منهم ابدا ولا شيء حيواني من سنين. هلا سبحان الله، بعد اتمام عمليه الولاده يعود ظهر الانثى كما كان وكان شيئا لم يكن. مين اللي رجع من لها العمليه وطبقها؟ يا اختي في سر كبير بهالانسان، دخيلكم اكبر من اي سر. ودمتم بخير وحماكم الله من شر العقارب والأقارب. الأقربون، انتبهوا من إني الأقربون إلى الله. شوف وين صرنا. فإذا حد العقرب لا تقرب، حد الحي فروش ونام. ما فيك ليه، الطبيعة بطبيعتها هي بتعرف مين بدها تعقص ومين بدها تاكل وشو بدها تعمل وايمتى بتصوم. وما بتاكل ابدا الزرع يلي الانسان زرعه، ما بتاكل الا يلي الله زرعه. هلا في كتير اكل يلي عم تاكله الحيوانات هو كله سموم، انتبهوا. أنا أول مرة أكلت ضفادع كانت بنت خالتي إجت من أمريكا، ورحنا على منطقة بشتورة وسألته شو هي؟ قال عصافير. قلت له بس هالقد يعني جوانحه؟ لا مش عصافير، كنا ناكل عصافير. قال كلي وسكتي هلا. طيبة، فيها كزبرة فيها توم فيها هي، بس من وقتها ما أكلت. ومرة أكلنا أرنب بضيعة اسمها بشعلة، ما كنت بطبيعتهم الاولاد ما بحبوا ياكلوا مواد حيوانيه. وبعدين بس بلشت اقرا، ابدا ما بحب اقتل نمله بخاف. جربت امبارح عندي بالبيت الطابق الخامس، واحد جاب لي تفاح من عنده مش مرشوشين، وواحد جاب لي هيك من عند شرب الخليل عنب تفاح، عنده كل شيء شربي.
بس شربي سكر عينيك بدي اقولها. هو شو بيعمل؟ بيرش شربي. شايف مره بالزاقه حزوني مدري شو وعم ياكل حر، بيقوم بيحط لها حر بتموت. فكر قال اذا ماتت بالحر فاذا انا بدي رش الزريعه كلها بميه الحر. راح جاب كيلو حر مثل الارمن، حر بودره، وحط بالمي ورش زريعته. ما فيها بقى حيوانات، ما بيجي عليها المن، ما بيجي صرصور، ما بيجي هيك ابدا. قلت له بس قتلنا حيوانات، في شيء تاني؟ انا اهلي بيي ارمني ابو مخ كان يرش بميه الصفوه، يسقينا لنا ميه صفوه مثلا نطلع على الضيعه بشعلي، افتحوا تمكن افتحوا تمكن كلنا ونشرب شويه ميه صفوه وشوية عرق عرق هيك تنقدر ناكل من عند الناس. ومية الصفوة رشوا على الزريعة. بمية الصفوة ما بتقتل الحيوان. وقت اللي جبت من هون ومن هون خضرة حطيتهم وفواكه وتفاح، طلع عندي نمل على الطابق الخامس. النملة اجت تاكل، نعم الخضرة الطبيعية ولكن ما بتاكل الخضرة الاصطناعية. انتبهوا، ما فينا نقتل نملة مثل ما قال الإمام عليه. بكي وقت قالت له النملة بدي اتشك عليه، دعست لي على جاري. بشكركم وسامحوني.